طيب هو بيقول لي ايه؟ يعمل صالح برضه في العلاقات المتناسبه غير المتناسبه. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين والمبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بيقول لي يعمل صالح بائعا في احد المحلات التجاريه، ويتقاضى مبلغ 65 ريال عن كل يوم عمل. يعني معنى كده المفروض انا اعمل جدول بقى. بيقول لي هل يتناسب المبلغ الذي يتقاضاه صالح مع عدد ايام العمل؟ انا بشوف بيقول لي يتناسب مين مع مين، اهم حاجه كلمه مع دي، يتناسب المبلغ مع عدد ايام العمل. هو انا عامل جدول كده بس. طيب هو على كلام حضرتك ادي المبلغ، هنقول هنا الخلايا دي المبلغ اهو اللي هو قال عليه، يتناسب المبلغ مع عدد ايام العمل. هنا عدد ايام العمل، ايام العمل. طيب هو بياخد 65 ريال عن كل يوم، يعني خد 65 ريال عن اليوم الاول. طيب اليوم الثاني هياخد 65 ريال عن، يعني بعد يومين بمعنى صح، بعد يومين هيبقى معاه 130 ريال. 65 و65 بقى 130. طيب بعد 3 ايام هيبقى عنده، يعني بعد 3 ايام هيكون بقى معاه 65 و65 و65، هيبقى معاه 195 ريال، 95 ريال، وهكذا. ممكن اعملها على 3 ايام بس كفايه، مش لازم 4. طيب هل هيتناسب ده مع عدد ايام العمل، المبلغ مع عدد ايام العمل؟ ابتدي اقسم 65 على 1 هتديني 65. طب اقسم 130 على 2، 130 على 2 اهو. لو قسمت 130 على 2 اقسمها ازاي بطريقه سهله؟ 1 على 2 مش هنا. طب ناخد ال 3 معاها بقت 13، 13 على 2 ممكن نصغرها شويه نخليها 12، 12 على 2 فيها 6. طب انا صغرتها واحد احطه جنب الصفر، بقى الصفر ده 10، 10 على 2 فيها 5، طلعت 65 برضه. طب لو قسمت 195 على 3 اهي نفس القصه برضه، عايز اقسمها يبقى 19 مش كبيره عن 3، ممكن نخليها 18، 18 على 3 في 6، ناخد الواحد اللي صغرناه نخليه جنب الخمسه بقت 15، 15 على 3 بقت 5. اذا لما انا بقسم بلاقي الموضوع بيطلع 65 كل مره، نفس الاجابه 65 65 65. يبقى اذا فعلا هيبقى المبلغ اللي بيتقاضاه صالح متناسب مع عدد ايام العمل، ان هو لو اشتغل يوم بياخد 65، لو اشتغل يومين بياخد 130. يبقى اذا وطالما هو بياخد عن كل يوم عمل 65 ريال، هي هتطلع ان شاء الله متناسبه. ليه؟ لان هو بياخد نفس المقدار، مفيش زيادات ولا حاجه، فهيطلع متناسبه. بس هو قايل لي وضح اجابتك، وضح اجابتك، يعني عايزني اعمل الجدول وعايزني اعمل التناسب اللي هو اقسم ده على ده واقسم ده على ده واقسم ده على ده، وهتطلع الاجابات متساويه. اقول له بما ان الاجابات متساويه اذا اذا ايه؟ المبلغ يتناسب متناسب مع مع عدد ايام العمل، ايام العمل. يعني كده متناسب. لو ما كانتش طلعت نفس الاجابه، يعني في مسائل ثانيه يكون واجب لي الجدول جاهز، باجي اقسم ده على ده وده على ده وده على ده ما بتطلعش نفس الاجابه. بس غالبا النوعيه دي من المسائل لما بيبقى في اضافه، زي المساله اللي كان قال لي ايه، ان في دليفري 2 ريال بيتاخد على كل وجبه مع عدد الوجبات. الاضافات دي غالبا بتخلي المساله تطلع غير متناسبه، لكن طالما هو عن كل يوم ان شاء الله، ان شاء الله هتطلع متناسبه، ولكن هتطلع متناسبه ان شاء الله. اتمنى يكون ان شاء الله. سلام.